الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. نبارك للمؤمنين والمؤمنات قرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه وتلاوة آياته في لياليه وأيامه إن شاء الله. من المرجح كثيرا أن يكون الخميس القادم إن شاء الله هو الأول من شهر رمضان، ولذلك يعتبر هذا اليوم يوم الخميس وآخر خميس من شهر شعبان، وهذه الليلة ليلة الجمعة آخر ليلة جمعة من شهر شعبان، وهي لحظات أيضا مليئة بالرحمة والرضوان والمغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا. عندما نتحدث عن الدين بشكل عام، يختلف تعريف الدين من عقيدة إلى أخرى، من ملة إلى أخرى. فالبعض عرف الدين بأنه علاقة ما بين الإنسان والخالق فقط، علاقة الإنسان بربه، وكأن الدين ليس له علاقة بالدنيا. وهناك من نظر إلى الدين من زاوية أخرى، أن الدين هو ينظم الحياة الدنيا ولا يركز على الآخرة ولا يركز على علاقة الإنسان بخالقه. ولكن عندما نرجع إلى كلمات علماء الإسلام نجد أنهم يبينون هذه الحقيقة بأن الدين هو نظام شامل كامل يغطي كل مساحات الحياة، ينظم علاقة الإنسان مع خالقه، ينظم علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، وينظم علاقة الإنسان مع الطبيعة أيضا. ولهذا عندما نرجع إلى القرآن، نقرأ في القرآن الكريم ونقرأ في أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث الأئمة، نجد أن هذه الآيات وهذه الأحاديث لم تترك زاوية من زوايا الحياة إلا وأشارت إليها وعالجتها، وهناك تعليم للإسلام في هذا المجال. الإسلام لم يترك زاوية، العبادات هي الواضحة، علاقة الإنسان مع الله، ولكن أيضا نظم الإسلام علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان في تعاملاته بكل أشكالها وصورها، نظم العلاقات الأسرية، نظم العلاقات التجارية، نظم العلاقات الاقتصادية السياسية، وحتى علاقة الإنسان مع الطبيعة مع البيئة مع ما حوله من وجود. أيضا كانت هناك تعاليم للإسلام في هذا المجال وأشارت إليها آيات وروايات كثيرة. قوله تعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الله أنشأكم من الأرض
واستعمركم، استعمركم يعني طلب منكم، أراد منكم أن تعمروا الأرض، أن تعمروا هذه الأرض، تبنوا هذه الأرض. ولذلك عندما أشار الله سبحانه وتعالى لبدء خلق الإنسان واتخاذ خليفة في هذه الأرض، كان من جملة أسباب اعتراض الملائكة هو هذه القضية، قضية الإفساد في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كان اعتراضهم أن من خواص هذا الإنسان، من قابليات هذا الإنسان، أنه يفسد في الأرض، ولذلك احتجت الملائكة كيف تجعل فيها من لديه قابلية أن يفسد في الأرض. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الإفساد في الأرض وجعله من الجرائم التي يعاقب عليها في الآخرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. نعم. الذين يفسدوا ويعملوا على نشر الفساد في الأرض لهم عقاب، لهم عقاب في الدنيا ولهم عقاب في الآخرة. ولذلك حتى اليوم عندما نرى الفساد يستشري في هذه الأرض وينتشر في هذه الأرض، فإنه بسبب الإنسان لا بسبب القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفيروسات، الأمراض، التجارب العلمية اللا أخلاقية هي التي تفسد في الأرض، هي التي سببت الفساد في الأرض. كثير من الأمراض ما كان البشر يعلمون عنها، ولعلهم إن شاء الله من خلال كلمات المحاضرة الليلة تتبين هذه القضية. الإنسان هو الذي يفسد في الأرض، الإنسان بطمعه، الإنسان بجشعه. اليوم على سبيل المثال الاتفاقية العالمية للاحتباس الحراري، أكبر دولة في العالم التي اليوم تغزو الشرق والغرب وتدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات وكذا، هي التي ترفض أن توقع على هذه الاتفاقية وتصر على أن تستمر هكذا تعمل المصانع حتى لو دمرت الطبيعة ودمرت الوجود. لماذا؟ لأنه هذه الاتفاقية قد تقيد هذه الدولة وتجعل المصانع مقيدة، وهي تريد أن تنتج بشكل جشع بشع حتى لو دمرت البشرية ودمرت الوجود. إذن جشع الإنسان، طمع الإنسان هو الذي يخرب الطبيعة. الآن هدر الإمكانات الموجودة، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأرض يقول جعلنا الأرض كفاتا أحياء ومواتا، بمعنى أن الأرض ما فيها من موارد هي كافية للبشر، لا حاجة للنزاع، لا حاجة للصراع. ولكن نرى اليوم جشع الإنسان وطمعه للاستحواذ على خيرات الأرض يجعل الحروب تنشأ ويقتل الإنسان أخيه الإنسان لمجرد أن يريد أن يسيطر على مقدرات واحتياج الموارد الموجودة الطبيعية الموجودة في هذه الأرض. فإذن الإسلام ما ترك مجال من مجالات الحياة إلا وأشر إليه، إما بتعليم مباشر أو بإشارات واضحة، وترك تفصيل ذلك إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من بعده. ولذلك ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا نرى وصايا النبي صلى الله عليه وآله كما قلت في كل جانب من جوانب الحياة، إلا وتجد فيها إما آية في كتاب الله أو حديث من رسول الله أو تعليم من تعاليم الأئمة عليهم السلام. ومن مجالات الحياة المهمة المجال الصحي، كيف يحافظ الإنسان على صحته، كيف يحافظ الإنسان على بقاء في هذه الأرض ويدفع عنه الأذى ويدفع عنه الأمراض. ولهذا عندما نأتي إلى مسألة الصيام وشهر رمضان، إضافة لكونه ركن من أركان الإسلام وعبادة أساسية من العبادات في الإسلام، إلا أن الجانب الصحي واضح في تشريع هذا الحكم أو في رفع هذا الحكم، كما قرأنا في الآيات الكريمة أنه واحد من حكم الصيام، والتي يأتي العلم بعد ذلك ليؤكد عليها ويشير إليها، أنه يعالج كثير من المشاكل في صحة الإنسان يمكن التخلص منها من خلال
عبادة الصيام، ولذلك ورد في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، عندما يصوم الإنسان فإنه يؤسس للصحة في بدنه، تنتج الصحة في البدن، أو أنه اجتناب كثير من الأمور المؤذية التي تسيء لصحة الإنسان، ولذلك كثير من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى نعم نحن نتعامل معها كقضية تعبدية، نتعبد بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله سبحانه وتعالى في الالتزام والابتعاد عنها، ولكن عندما يبحث الإنسان ويأتي العلم بعد ذلك ليكتشف أنه ما حرم الله سبحانه وتعالى شيء إلا بخوف فيه وضرر فيه للإنسان، وما أباح الله شيء إلا وفيه فائدة ونفع للإنسان. ولهذا حتى في قضية وجوب الصيام الله جعله فريضة واجبة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الله أوجب عليكم الصيام كما أوجبه على الأمم السابقة، وفي كل الأديان كان هناك فريضة صيام، وإن اختلف شكل هذه الفريضة، وإنما مضمون الفكرة عنوان العبادة واحد، المسيح عندهم صيام، اليهود عندهم صيام، حتى الأديان الأخرى التي لم يثبت أنها أديان سماوية أيضا عندها صيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واحد من الأهداف المهمة والأساسية في عملية الصيام هي إيصال الإنسان إلى مرحلة التقوى، إلى حالة التقوى، التقوى التي تعني، التي جاءت هذه الكلمة من الوقاية، من الوقاية أن يصبح الإنسان متقي، يتقي بعمله سخط الله سبحانه وتعالى، يتقي بطاعة الله عذاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وأيضا كما في تثبيت الحكم فيه منافع، أيضا هذا الحكم يرفع إذا تعارض مع الصحة، ولذلك من كان منكم مريضا أو على سفر، والفقهاء بيّنوا هذه القضية أن المرض الذي يرفع معه وجوب الصيام هو أحد أمور ثلاثة، أما أن يكون الصيام يؤدي إلى نشوء مرض، أنه إذا صمت يحصل عندك مرض، أو أن الصيام يزيد بالمرض، الإنسان عنده مرض ولكنه إذا صام المرض يزيد، والحالة الثالثة أن الصيام يؤدي إلى إطالة مدة الشفاء، يعني الإنسان ممكن بعلاج معين يشفى خلال شهر، ولكنه إذا صام تطول مدة الشفاء إلى عدة أشهر، هذه الحالة الثلاثة ترفع وجوب الصيام، فيصبح هذا الإنسان معذورا ويقضي الصيام في أيام أخرى عندما يشفع ويكون قادر على الصيام. على كل حال حول هذا المحور، محور التعاليم الصحية في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، وخصوصا مسألة الصيام، طلبنا من أخينا سماحة السيد الدكتور سيد حسن الصدر، وهو غني عن التعريف، طبيب من الناحية العلمية وناشط وباحث في مجال الدراسات الإسلامية، طلبنا منه في هذه الليلة إن شاء الله أن يلقي الضوء على هذا العنوان، التعاليم الصحية في الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك إن شاء الله في نهاية الحديث سيكون هناك أيضا باب للسؤال والجواب، سواء على النواحي الصحية أو بعض المسائل الشرعية إن شاء الله المتعلقة بالصيام. إن شاء الله نكون بخدمتكم، أدعو جناب السيد للمنصة ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الحمد لله سبحانه وتعالى، نشكر جناب الشيخ الأخوة الكرام في هذه المؤسسة الكريمة، مؤسسة الأضرار الإسلامية، على إقامة هذا البرنامج واختيار هذا العنوان الذي أأمل أن يكون فيه الفائدة، تكون فيه الفائدة إن شاء الله لنا جميعا. لا شك ولا ريب أن هذا الدين الكامل الذي ختم به الله سبحانه وتعالى الهداية الإلهية، تعاليمه فيها خير العباد وسلامة العباد وصحة العباد من الجانب الصحي يقينا، حتى قبل
توصل الأبحاث العلمية إلى ذلك، وهذه نقطة جداً مهمة جداً مهمة. والمتحدث إن شاء الله يعني بقليل من خبرة هو صاحب اختصاص، لكن أنا أقول هذه الكلمة بدقة، أن هذا الدين قبل وجود الأبحاث العلمية يقيناً أن هذه التعاليم التي يحتويها هذا الدين هي لمصلحة الإنسان ولخير الإنسان ولسلامة الإنسان. وليش إنسان طبيب يلح على هاي المسألة؟ ممكن واحد يتوقع أنه أول ما يبدأ الطبيب راح يستعرض الأبحاث ونتائج الأبحاث العلمية اللي ليش؟ لأنه القضية مو قضية طبيب ومو طبيب، القضية ترتبط بالإنسان. إحنا ناس أهل عقيدة، والعقيدة نتائج التسلسل المنطقي الأفكار للوصول العقيدة أقوى من النتائج العلمية. أكبر نتائج الاستنتاجات العقلية اللي نصل منها من خلال اتباعها إلى أسس العقيدة الإسلامية أقوى من ناحية اليقين، أقوى من الأبحاث العلمية. فلذلك نحن متيقنون أن هذا الدين بالذات الجانب الصيام فيه مصلحة للإنسان قبل النتائج العلمية. جناب الشيخ موجود، الأخوة موجودين الكرام، منهم نستفيد. يعني إثبات وجود الخالق بالتسلسل المنطقي ممكن إثباته، بل إثبات أن هذا الكتاب الكريم لا يمكن أن يأتي به بشر بأسلوب عقلي ومنطقي ممكن إثباته. فتجمع بين الاثنين، إذا كل ما في هذا الكتاب الكريم ومن تعاليم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله فيها مصلحة البشر يقين، إذا إحنا مغمضين نتبع هذا الدين الإسلامي يقينا أن فيه فائدة قبل النتائج العلمية. النقطة الثانية اللي أريد أستعرضها قبل الدخول في فوائد الصيام هو التحري من مصادر ما ينشر هذه الأيام، التحري من المصادر التي يراد أن يرفع عليها صيغة العلمية. يعني واضح الواتساب والفيسبوك وحتى قنوات التلفزيون، تشوف قناة محترمة يعني ذات وزن اجتماعي، ذات وزن سياسي، ذات وزن إعلامي، وتطلع لك فد خبر أن النتائج العلمية أثبتت كذا وكذا وكذا، طبعاً بحسن نية. إحنا كناس أهل علم لا ينبغي أن نتسرع وقبول هذه النتائج، لأن مرات يعني كما هو متعارف مرات البحث تجرى دراسة على 30 شخص. أنا من خلال الأعداد لهذه الكلمة المختصرة الأخوة والأخوات الكرام استعرضت بعض الأحداث العلمية، شفت بعض الدراسات الطبية اللي مقامة ومنشورة في بعض المجلات وبعض المواقع، وعدد البشر الخاضعين للدراسة 30-50. وفي عالم الطب وعالم العلم هاي الأرقام مو مقبولة، مو مقبولة أن تطلع منها استنتاج قوي. يمكن مقبولة تقولها في المشاهدة، إحنا جربنا على 30 واحد هنا و 30 واحد هنا وخرجنا بهذه النتيجة، لكن مو مقبولة تخليها يعني كخبر يتصدر نشرة مثلا أخبار الصحة في قناة محترمة جدا يعني، وتقول للعالم تم وجود هذا العلاج، عفوا تم يعني اكتشاف هذا العلاج، وبعد تطلع الدراسة فيها 30 نفر. مو هيك يعني، مو هيك العالم. احنا حتى يعني في عالم الطب وخادمكم يعني اختصاص امراض دم وسرطان، احنا حتى نغير مريض من علاج لعلاج نحتاج ان هذا العلاج تم اختباره على مئات اذا مو الاف البشر. اذا الموضوع حساس يعني، من تقول انت علاج جديد للسرطان هيك اقصد يعني عبارات قويه رنانه. اذا قضيه يعني مجرد غذاء وصحه وكذا ممكن، لان القضيه ما بها خطر يعني. لكن ما يصير يعني احنا هم يعني كل معلومه تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي او شبكه المعلومات الانترنت وكذا مجرد ان اسمها دراسه احنا نتسرع في الحكم عليها ونشرها وكذا.
وطبعا اكو جانب اخر بالنسبه للدراسات وهو جانب يعني رغبة المسلمين في نشر كل ما لعله يثار حول فوائد التعاليم الإسلامية، وبعض الأمور التي تنشر قد لا تكون صحيحة. أنا متيقن قبل أن أبدأ بالدراسة العلمية أن هذا الكتاب وهذه السنة الشريفة فيها الخير، لكن مو معناها أي شيء أسمعه وأتلقاه من وسائل التواصل أو الإنترنت أو كذا يوافق مثلاً قضية الصيام، يوافق قضية أسلوب النوم، يوافق قضية بعض الآداب والمستحبات الإسلامية يتلقفه ويقرأساً عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورأساً يعتبر أنه توصلت الأبحاث العلمية إلى هذه النتيجة مو بالدقة. لا، الخطر في هذا طبعاً، والخطر في هذا واللي حتى بعض الأخوة الباحثين وقعوا فيه بخصوص الأبحاث القرآنية، هذا يعني المسارعة إلى نشر هكذا خبر وبعدين تطلع نتيجة احتمال غلط. إذا الدراسة مو كاملة ومسويين فقط على 30-40 نفر، نتيجة احتمال تطلع غلط. فبعد 3-4 سنوات يجي واحد يقول أنتم لعب المسلمين قلتوا أن هاي توافق دينكم، وبعدين العلم وجد نتيجة البحث وجد أن خلاف هذا. فالمسارعة إليها مو صحيحة، يجب التحري مع اليقين أن كل ما في هذا الدين هو خير للإنسان، لكن لا بد من التريث، لا بد من دراسة هذه الأبحاث دراسة علمية صحيحة. الأمثلة أن تعاليم الدين الإسلامي فيها فوائد صحية جمة كثيرة وكثيرة جدا، وأذكر أن سنوات الدراسة في كلية الطب سبحان الله يعني ما يمر الأسبوع أو الشهر إذا ما تسمع لك كلمة من أحد الأساتذة المحاضرين تجد صدى لها في تعاليم الإسلام. يعني أذكركم على سبيل المثال للحصر، يوم ما كنا نتعلم على الإسعافات الأولية ووضع الإنسان إذا مثلا أصيب بصدمة أو حادث أو تعرض إلى نوبة قلبية أو أي فشي بحيث كأنما يغمى عليه أو عليها، الريكفري بوزيشن وضع أن الإنسان بعد ما أنت ثبتت أن وضعه استقر لا زال مغمى عليه، لا زال مو كامل وعيه، بأي وضعية تخليه يستلقي؟ علمونا على الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن يعني نقض الإنسان على يمينه، وحتى طريقة إلقاء يعني خلي يعني جسد الإنسان على يمينه أيضا تعلمناه. هم يعلمونا إحنا نتذكر أن استحباب الرقود على الجانب الأيمن. طبعا بالنسبة للإنسان المريض الجانب الأيسر خليه على الجانب الأيسر وهو في حالة من يعني في حالة مرضية أو كذا يتسبب ضغط على القلب. من أغلب الناس الغالبية الرغم من الناس القلب يتجه باتجاه اليسار وفي المنتصف، لكن انحرف باتجاه اليسار قليل من ناحية التشريح. فأنت إذا هو مصاب مثلا عند انخفاض ضغط الدم أغمى عليه بنخليه على صفحة اليسرى، هذا ما مناسب له، الأفضل خليه على صفحة اليمنى. جانب جريان الدم اللي تحاول تكثر بسبب الجاذبية باتجاه الكبد، لأن الكبد هو يعني إحدى اثنين من الأعضاء اللي يقوم بتصفية الدم، يعني الكلية بطريقة معينة والكبد والتخلص من السموم اللي بيها أيضا يزيد جريان الدم بالاتجاه الأيمن. أكل الطعام اللي أصاب الاحتراق مثلا مكروه عند السنة النبوية الشريفة، والأبحاث العلمية تقول أن كل ما يتم احتراقه ويتحول إلى يعني عنصر الكربون المركز والحرق هذا احتمال يساعد في قضية السرطان المواد المسرطنة الابتعاد عنها. فعلى العموم سنوات الطب بين الدراسة والعمل كثير تتجمع الإنسان يشوف يعني بعض الملاحظات الطبية يجد لها صدى في عمق التشريع الإسلامي، وكما أسلفت بدون تسرع وبدون ربط. يعني أنا ما أقول يا أبا إحنا يعني
نقوم بهذه بسببها على الأبحاث العلمية، لا، أقول هذه نقوم بها بسبب سنة النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الثابتة عقلا أن هي من الخالق، والأبحاث العلمية تشير. خصوص الصيام، طبعا الصيام بحث كبير وكبير جدا عن فوائد الصيام، وهنا أتكلم من جانب صحي، وأترك المجال للأسئلة إن شاء الله بعد الانتهاء من بعض هذه النقاط. البحوث حول الصيام يعني أخذت حيز كبير مؤخرا في العشر سنوات الأخيرة ممكن. ليش؟ لأن العالم الغربي اللي احنا نعيش فيه يعاني من مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة شكل الحياة. السمنة ازدادت بشكل واضح جدا في المجتمعات الغربية، ونحن لسنا بمنع عنها لأننا عايشين وياهم. احنا الآن جزء من هذه المجتمعات الغربية، أنا ما أقول غير المسلمين، لا، المجتمعات الغربية وكل من يعيش في المجتمعات الغربية. السمنة أصبحت تنتشر، أصبحت مرض. شكل الحياة، توفر وسائل الرفاه أدى إلى قلة الحركة بشكل واضح جدا، ومع قلة الحركة وتوفر المواد الغذائية هذه التركيبة مع بعضها أدت إلى قضية زيادة الوزن. فطبعا مع الحاجة يندفع البحث باتجاه شنو طرق تخفيف الوزن. فلعل هذه الحاجة لإيجاد طرق نافعة وناجعة لتخفيف الوزن دفعت بالبحث العلمي أن يحاول أن يتلقف أي فكرة وأي أسلوب وأي طريقة ناجحة لتخفيف الوزن. طبعا زيادة الوزن بها مشاكل كثيرة وكبيرة، نتعرض إلى بعض منها. فبدأوا يبحثون من هذه الطرق اللي لاقت الآن رواجا شائعا بشكل كبير ومنتشر، هي طريقة الصيام. الصيام مو في سبيل الله، الصيام ليس قربة إلى الله، الصيام ليس امتثالا لأمر الله، الصيام مو حتى الإنسان يشعر بهذا الإنسان الفقير الذي الفقر والجوع مرض عنده في بلدانه ومجتمعاته، مو السمنة وزيادة الأكل، لا. الصوم ليس امتناعا، عفوا، الصيام ليس امتناعا عن المفطرات، وجاب الشيخ موجود إن شاء الله من يجي وقت السؤال والجواب، اتمنى من الاخوان يستغلون الفرصه وجو سمحت الشيخ، لان احنا المفطرات عندنا متعدده، والاكل والشرب طعام وشراب هم اثنين منها. فاقول الصيام ليس بالمعنى اللي احنا لكن الصيام عن الاكل والشرب. بل ليس عن الاكل والشرب، بدات ابحاث اخرى لانواع متعدده من الصيام. مثلا الامتناع عن فقط الشراب لساعه معينه، الامتناع عن نوع معين من الطعام، الامتناع لساعات معينة عن الطعام، وهكذا. المهم النوع الآن اللي لعله منتشر بين الأبحاث العلمية واللي أقيمت عليه دراسات، وأحب أن أسترعى انتباهكم من هذا الشيء، يعزز شوية من السنة النبوية اللي إحنا المفروض نتبعها. الصيام اللي كثير من الأبحاث العلمية تمت عليه هو نوعين، إما صيام بمعنى تقليل كمية السعرات الحرارية اللي يتناولها الإنسان خلال، إحنا ما نقول 24 ساعة، لأن الإنسان ينام 8 ساعات، خلال 16 ساعة، ساعات ليل ونهار، إما تقليله إلى ما يقارب 500 سعرة حرارية، يعني 20% إلى 25% من حاجته. إما هذا فأنت ممكن الإنسان يأكل أو يشرب، لأن بعض السعرات الحرارية الإنسان يأخذها من السوائل مع الماء طبعا. يأكل يشرب يأخذ ما يقارب 500 سعرة حرارية ولا أكثر، أو مثل الطريقة الإسلامية ما يأكل يشرب من الصباح، من الفجر، من الصباح إلى الليل، فيتناول وجبة واحدة باليوم. هذه الوجبة أيضا
حسب البحث العلمي يجب أن لا تتعدى 25% من حاجة الإنسان. حاجة الإنسان العادية هي 2500 سعرة حرارية اليوم. 25% منها يعني أيضا ممكن تصير 500 سعرة إذا مو شوية أكثر. يعني ما معناه بطريقة علمية بطريقة مبسطة وجبة واحدة باليوم. بالعادة إذا نقول هذا 2500 حاجة الإنسان ثلاث وجبات الفطور والغداء والعشاء وما بينها إذا كل واحدة 30% أو 25% وما بين الوجبات أيضا الإنسان يتناول سعرات حرارية إذا تكون الوجبة الواحدة تقريبا 25%. هذا الشيء مهم لأن النتائج اللي راح أستعرضها خدمة الأخوة والأخوات الحضور مبنية على هذا الصيام، مبنية على أناس راقبوا على السعرات وأخذوا أما 25% من حاجتهم وأخذوا 500 سعرة حرارية ماء عادي. أقول هذا الشيء ليش؟ لأنه بصراحة من الناحية التطبيقية هذه الدراسات أجرها على ناس مو مسلمين. هذا مو معنى أن المسلمين حينما يصومون يأخذون 25% من حاجتهم. إحنا بنصير وجبة الإفطار يعني مرات خلافا للهداية الإلهية ناكل يمكن ما يعادل يوم. فالإنسان لا يحسب نفسه أوتوماتيكيا هو جاي يحصل الفوائد اللي راح أعرضها خدمتكم. يعني واحد يجي يعني بحث علمي يقول الصيام 25% كذا له هذه الفوائد والحمد لله أنا حصل رمضان. مو بالدقة. جنابك تصوم أنا أصوم وناكل بالإفطار هي 3-4 ساعات ناكل قد 100% أو 125% من حاجتنا. ناخذ 2500 سعرة 3000 سعرة ماكو فائدة. إن شاء الله فائدة الأجر موجودة. الأجر والتكليف أحسنتم. يعني الفائدة الأخروية موجودة إن شاء الله. ورفع التكليف. لكن الفائدة الصحية اللي هو المطلوب مني أعرضها بخدمتكم في هذه المحاضرة يجب على الإنسان يلتزم بما أشارت إليه الدراسات. وطبعاً يلتزم بما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما ورد عنه أنه قال صوموا وتصحوا أو ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام. إذن ما هي الفوائد الصحية التي أثبتت الدراسات العلمية أنها للصائم والصائمة؟ طبعاً إنقاص الوزن، فقد السعرات، هذا في حد ذاته إنجاز كبير. لأن مع زيادة الوزن، الفائدة الأولى، نقص الوزن، إذا التزم الإنسان بأنه يأخذ 25% من حاجته فقط في اليوم. إنقاص الوزن ليش مهم؟ طبعاً لعله من أدبيات الثقافة الصحية في هذه الأيام هو خفض الوزن إلى درجة معينة. ليش؟ لأنه مع زيادة الوزن هذه الزيادة عادة هي خلايا دهنية. إذا زيادة عضلات جيد جداً ماكو مشكلة. إذا الإنسان بيزيد وزنه بسبب أنه يزيد من نسبة الخلايا العضلية ماكو مشكلة. لكن إذا الزيادة كما هو يعني شائع خلايا دهنية هذه الزيادة تسبب ممانعة هذه الخلايا الزايدة تكون عصية على هرمون الإنسولين. عصية على هرمون الإنسولين. وظيفة هرمون الإنسولين الموجود بالجسم أن يحفز هذه الخلايا أن تسحب السكر من الدم إلى الخلايا. الخلايا الزايدة ما تستجيب للإنسولين لأنها هي يعني سبحان الله زايدة. فمع وجود هذه الخلايا وتراكمها نسبة السكر الخلايا ما تستجيب للإنسولين. السكر يزداد بمجرى الدم مع زيادة السكر في مجرى الدم تدي مشاكل السكري الدايبيتيز وهي مشاكل سبحان الله يعني مع تطور البحث العلمي لا حصر لها. تبدي تجي يجمع السكر وما تلقى الكوليسترول على الشرايين من الداخل وتسبب تضيق. هذا التضيق إذا أصاب القلب
فهي نوبة قلبية وذبحة صدرية. إذا أصابت الشرايين اللي تؤدي إلى الدمار فهي جلطة. حتى لو واحد يقول هي موتة، هي مو موتة. الأخوة الكرام اللي يعرضهم الطبيب أنه يكون تتخلص من كذا وكذا وكذا، يقول دكتور هي موتة، هي مو موتة، إذا تموت زين. المشكلة صار شلل، شو تسوي؟ يعني بعض الناس تتوقع أنه إيه إذا صار مشكلة بالسكر وضغط الدم والكوليسترول أموت، غير لا حبيبي. إذا تموت زين، إذا تموت مو زين. إذا مو زين لا مو زين. زين لا مو زين، إن شاء الله الله يطول عمره إن شاء الله. يعني أقصد الناس اللي عندهم إيمان ويريد يروح للجنة، يريد يخلص من الحياة. أقول المشكلة إذا صار بيك شلل، شو تسوي؟ الكوليسترول مو يتجمع بس وما تريده بالقلب، تجمع بالشرايين المؤدية للدمار. زين إذا تجمع بالشرايين المؤدية إلى الأقدام والأطراف، تسبب حالة من الضمور ويعني بتر بالأصابع أو الأطراف. زين زيادة الوزن تسبب ضغط الدم، وضغط الدم يسبب عجز في القلب وأمراض الشرايين. فخفض الوزن يساعد على خفض ضغط الدم، معدل ضغط الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتقليل نسبة الإصابة بالسكر. والأبحاث العلمية اليوم تقول، طبعاً هذا طلعت عليها كتب، كتب كتب يعني صارت من أبجديات، أن الصيام عليك السلام، الصيام مرتين بالأسبوع، ما أعرف إذا هاي لها صدى في ذاكرة الأخوة والأخوات، صيام يومين في الأسبوع كافية لخفض الوزن بشكل واضح جدا، مع الالتزام أن باليوم اللي واحد يصوم به يأخذ 25% فقط من حاجته، واليوم الثاني خلي يأخذ 100%. يعني إذا أريد أسويها مستحبة، كما هو يصوم اثنين وخميس، يوم الاثنين يأخذ 25% فقط للإفطار، خلي يصبر ساعتين ثلاثة وينام، يوم الثلاثاء خلي يأكل 100%، كلش عادي. هذه الآن بالأبحاث العلمية وفي عالم خفض الوزن منتشر بشكل واضح، صيام يومين في اليوم، عفوا يومين في الأسبوع، أحسنتم. فالفائدة الأولى خفض الوزن، وهو شيء يعني لا واحد الإنسان يستهان به، شيء من الجانب الصحي مهم ومهم جدا. الفائدة الثانية للصيام هي التخلص من السموم. شلون؟ الأخوة والأخوات الكرام، المواد العضوية الإنسان يتناولها أكو طريقتين لإذابتها، إما الذوب بالماء وإما الذوب بالدهون والزيوت. مثلاً الفيتامينات اللي إحنا نتناولها إما تكون مجموعة ذوب بالماء أو مجموعة ذوب بالدهون. فمثلاً فيتامين سي معروف يذوب بالماء، فأنت تتناول فيتامين سي يدخل إلى الدم، يكون ذائب بالدم وفي مجرى، يعني ذائب بالماء، نسبة الماء موجودة بالدم فما يتخزن. طبعاً ما أنصح أن الإنسان يأخذ جرعات عالية. تأخذ فيتامين سي مثلاً يذوب بالماء، فمن توصل مستوى فوق مستوى الحاجة العفو يعني يخرج من خلال التبول، من خلال البول. طبعاً محاضرة طبية فلعلها أذكر بعض القضايا الطبية إن شاء الله الفائدة. فالأشياء اللي تذوب بالماء، المركبات، فيتامين سي مثلاً، عادي تدخل تخرج من الجسم. الأشياء اللي تذوب بالدهون مشكلة، لأنها تتخزن. أكو فيتامينات مثلاً A و D تتخزن بالدهون، جيد إذا تأخذ مثلاً فيتامين حاجتك تبقى لي، تبقى في جسمك، تتخزن في أجزاء من الجسم الدهون. المواد السامة كثير منها، كثير منها إذا مو أغلبها تذوب بالدهون، فمن تأخذها تتناولها على مدى الأشهر والسنوات ومع عدم التفاتنا إحنا لمصادر الغذاء، وبصراحة ندور على الرخيص، ندور على الرخيص، نسوي يعني نتسوق للعائلة، ندور على الرخيص، ومرات الرخيص مو بالضروري صحي، لأن هاي الشركات حتى ترخص شو تسوي؟ تقلل الجودة حتى بال يعني المواد الغذائية، تقلل الجودة حتى تجيب الرخيص،
تجيب رخيص احنا ايضا لازم رخيص نشتري. ما ننتبه هذه الامور تتجمع شهور وسنوات. هذه ما تتخزن تتخزن في دهون الجسم. الطريقه الوحيده للتخلص منها هي ان الانسان يذوب هذه الدهون. والطريقه الناجحه والناجعه لاذابه الدهون هي الصيام. هي ان الانسان يمر بفترات يجوع بيها، لازم يحس بالجوع. الصيام لما درسنا احنا الجسم الانساني وعلم الاعضاء درسونا انه اول 24 ساعه من الصيام الصحيح، يعني مو بعد ان الافطار الانسان يتناول 150% من حاجته، لا يتناول 25% من حاجته، يتناول وجبه. هذا الصيام يؤدي خلال 24 ساعه الى استهلاك السكر المعقد اللي اسمه جلايكوجين. سكر بسيط اكو جلوكوز فركتوز، اكو سكر معقد جلايكوجين، هذا يتخزن حول الكبد. خلال 24 ساعه من الصيام الصحيح هذا يذوب الجلايكوجين كمصدر اول للطاقه. سكر فالجسم بسرعه يذوبه. انت مو صمت خلال 16 ساعه وخلت بس 25% من حاجتك، الجسم يحتاج طاقه فيذوب الجلايكوجين حول الكبد. إذا صمت أكثر من 24 ساعة، يعني شنو؟ يعني بديت صوم اليوم الثاني والثالث والرابع، هذا الجلايكوجين انتهى. وأنت بس تاخذ 25% من حاجتك، يبدأ الجسم يبحث عن مصادر أخرى للطاقة، يبدي باستهلاك الدهون. فلازم القضية تكون مستمرة وحدة ورا وحدة، يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. درسونا أنه خلال أربع أسابيع من الصيام الجسم يستهلك 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 من الدهون. إذا استمر هذا الضغط والحاجة أكثر يبدي يكسر بالعضلات، يعني يبدي الجسم يبدي يبحث عن مصادر الطاقة بالجسم من الدهون، يبدي يتحرك على العضلات. هذه الأربع أسابيع اللي يكسر بها الدهون ويسحب منها الطاقة، يسحب منها كل ما هو مخزن فيها من لا سمح الله السموم اللي متجمعة على مدى أسابيع وأشهر. صوموا تصحوا. إذا هذه الفائدة الثانية للصيام، وهي التخلص من السموم التي كثير منها هي مواد ذائبة في الدهون. الفائدة الثالثة، الطب اليوم الأخوة والأخوات يسموه طب يعني كلي هوليستيك، يعني تعدينا مرحلة أنه تجي على الإنسان يتعامل وياه كأرقام، إيش قد بالضبط مرتك، إيش قد رقمه، إيش قد نسبة الكوليسترول، إيش قد يعني وزنه، الكذا البي ام اي، نسبة السمنة أو من القبيل. لا، الآن الطب الحديث وهو الطب الصحيح طبعاً وهو في دور التكامل نحو الأفضل والأفضل، الطب الشمولي، الطب الكلي، هذا الإنسان يكون تعاجي بكله، وجزء أساسي من هذا الكل هي صحته العقلية والنفسية. يعني الآن الحديث لحد الآن، إحنا الآن 20 دقيقة وكذا نتحدث عن الأعضاء والدهون ووزن وكذا، هذه أشياء عضوية، أشياء ملموسة. أكو صحة نفسية، صحة يعبرون عنها بالإنجليزي الـ well-being، أنت يعني عافيتك النفسية والروحية شلونها. وطبعا نفتح قوسين هنا، نفتح قوسين، الحضارة الغربية التي لا ينبغي لأي إنسان أن ينبهر بها وبإنجازاتها وبمدعياتها وبشعاراتها البراقة والرنانة، وصلت مع شديد الأسف بسبب عدم التكامل في الأطروحة لسعادة البشر، وصلت إلى درجة أن توفر لهذا الإنسان، إن إحنا كل العايشين هنا، توفر له كل مستلزمات الحياة، لكنه يظل يعيش حالة البؤس النفسي، depression، مرض الكآبة، هو من أكثر الأمراض المنتشرة في المجتمعات الغربية.
يعني تخيل إنسان أنت موفر له، إحنا لازال بين القوسين إن شاء الله ما نخرج يعني، توفر له مي وكهرباء ومسكن وعمل وكل شيء توفر له، وتوفر له يعني فحص عضوي لجسمه وكذا وهذه، وتسوي إحصائية لشعبك وشعبك يقول لك 25% عاني من الكآبة. هذا الشعب اللي احنا نعيش وياه، احنا جزء، طبعا احنا حالنا حال، لان بدنا ناخذ نفس الستايل مالتهم، نفس طريقه الحياه. شنو فائده المي والكهرباء والمسكن والفلوس اذا 25% من الشعب يعاني من الكآبه، شعب غير سعيد؟ 25% يعني شنو؟ يعني بين كل اربعه كواحد. بعض الدراسات تقول 20%، جيد، بين كل خمسه واحد. فخلنا نسد القوسين، لأن هذا الموضوع يطول. ما هي يعني أسباب هذا الفشل؟ ليش شعب توفر له كل شيء وبعدين 25% أو 20% منه يعاني من الكآبة؟ ليش افتحت أنا هذا الموضوع؟ لأنه حالة الصيام تولد بالإنسان مستوى أعلى من الصحة النفسية. ليش؟ لأنه بيتغلب على أهواءه وشهواته طبياً. ها طبعاً يعني هم يدونوها واضحة جداً جداً واضحة. الإنسان حينما يشوف البقية كلهم ما يقدر يصبر على قلاص المي، ما يقدر يصبر إلا تخلي له قطعة حلوة كذا، يجوع، يتخرط وضع الظهر قليل الغداء، هو تشوفه بشكل طبيعي بده يشتغل، ويشتغل في ساعات وعشر ساعات، وهي أم البيت تستيقظ على صلاة الفجر وتأخذ أولادها للمدرسة وترجع وتحضر وكذا وتقرأ، يعني وضع جدا طبيعي. نعم يصير بعض الإرهاق، قيلولة نص ساعة ثلاث أربع ساعة يرجع الإنسان لوضع طبيعي. هذا قضية الإنجاز، التغلب على الأهواء، التغلب على النفس الإنسانية في أشد الشهوات سطوة على الإنسان. إحنا نحاول ننظر للإنسان عنده شهوات، من أقوى هذه الشهوات هي الطعام. يعني الإنسان ما يقدر يصبر، يصيب الجوع ما يقدر، يبادر إلى تلبية هذه الشهوة. حينما يستطيع الفرد غير مسلم أو مسلم أن يتغلب على شهواته ويصبر 10 ساعات و16 ساعة دون أن يأكل أو يشرب، يحس بحالة من الإنجاز ترفع من صحته النفسية، ترفع من سعادته، أنه هو قادر، أنه هو المتحكم، أنه هو إنسان سائر خلف رغباته. هذه جانب السايكولوجيكال ويل بينج، أنه الإنجاز النفسي لا يستهان بها، لا يستهان بها أبدا. احنا شفنا ساعة ثمانية إن شاء الله، في العشر دقائق المتبقية نعرج على فوائد أخرى. إذا تكلمنا عن نقص الوزن، تكلمنا عن تخلص من السموم والصحة النفسية، وهي قضية الإنجاز والتخلف والتغلب على الشهوات. إن شاء الله العشر دقائق المتبقية عرج على بعض الأبحاث. الأبحاث العلمية طبعاً قسم منها يجرى على الفرد الإنسان البشري، وقسم منها صعبة فتجرى على الخلايا أو الأنسجة أو الحيوانات، وأكثر شيء يستخدم الفئران. نعم. ففي جانب الأبحاث العلمية المختبرية أو جزء الدراسات، دراسات الأنسجة أو الحيوانات، أن الجوع حينما يجوع هذا الحيوان نار الدقة الفأر، وطبعا ما ينطبق عليه ينطبق على البقية باقي الكائنات ومنها الإنسان، حينما يجوع هذا الحيوان وهذا الإنسان بشكل مفاجئ، تتحفز داخل خلايا ظاهرة تم اكتشافها بالستينيات من القرن المنصرم، يعني صار لها 60 سنة، يسموها بالإنجليزي أوتوفاجي أو أوتوفاجوسيس، يعني طريقة الالتهام
الذاتي. فالبو. أوتوفاجي. أوتو. فاجي. PHA. GY. أوتوفاجي أو أوتوفاجوسيس. هذه الالتهام الذاتي تبدي الخلايا تلتهم بعض أجزائها. مو تلتهم كل الخلية. ليش يسموها يعني programmed cell death؟ ليش أن الخلية كلها الجهاز المناعي يقتلها يتخلص من عندها؟ لا، هذه الخلية نفسها في داخلها تبدي تلتهم أجزاء منها. العلماء شافوا أن هاي القضية لها علاقة بتصليح إصلاح الأجزاء الفاسدة من الخلية. يعني أنت عندك فد مبنى، فد ماكينة، فد جهاز تعرض إلى حالة من الإجهاد وهي الجوع، ما تطي يعني ما يحتاجه من الوقود، وإذا بي يندار على نفسه، يتجه على نفسه ويبدي يرمم بنفسه من الداخل. هذا الترميم له علاقة بصحة هاي الخلية. أنت في القضية في الشركة وقلت تطيها فلوس وهي تشتغل، تطيها فلوس وتشتغل، بس الحقيقة مو جدا يعني شو نعبر عنها باللغة الإنجليزية، مو جدا efficient، يعني مالت درجة الكفاءة مالتها مو عالية. تطيها تشتغل، تطيها تشتغل، قلل عنها اللي قاعد تطيه إياه، شوف ترجع لنفسها بدون ما تطيها تبي تشتغل أحسن، لأن ترمن نفسها من الداخل. ترمم نفسها من الداخل، الشيء الزايد، الشيء اللي ما قاعد تستفاد من عنده. الأوتوفاجوسيس، الأوتوفاجي ظاهرة في داخل الخلية إلها علاقة بالجوع. إذا استمر الجوع تكون هذه القضية موجودة وحاضرة داخل الخلايا. ترميم الخلايا الأخوة والأخوات الكرام جدا مهم، جدا مهم، لأن صحة الجسم لها علاقة بصحة الأعضاء، وصحة الأعضاء لها علاقة بصحة الأنسجة، وصحة الأنسجة لها علاقة بصحة الخلايا. فالخلية هي البناء الأول، اللبنة الأولى. ترميم الخلايا معناها النسيج أفضل، النسيج أفضل أكثر صحي، معناها العضو أقوى، عضو أقوى معناها الجسم وضع جدا أفضل. فإذا الجوع وعملية الالتئام الداخلي لبعض أجزاء الخلية. الشيء العجيب ايضا اللي توصلنا البحث العلمي، طبعا انا اتكلم مو قضايا يعني مع احترامي، مو قضايا فيسبوك وواتساب وكذا، لا، هالقضايا يعني في مجلات علميه رصينه، ابحاث علميه مكرره، يعني يقوم بها عالم في مكاننا العالم يرجعون يقومون بنفس البحث وتتكرر الابحاث. الان تصير قضيه يعني مسلم بها في عالم الطب وعالم صحه الاعضاء. الشيء العجيب الثاني اللي هو صحة عضية من داخل الخلية اسمها الميتوكوندريا. الخلية في داخلها أجزاء، منها مثلا نواة الخلية، أكو عضية يسموها بالعربية مصغر عضو داخل الخلية اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هذا يعني فتشي من بداعة خلق الله سبحانه وتعالى، هي لها علاقة بقضية الطاقة داخل الخلية، وهي لها علاقة بكثير من وظائف الأعضاء اللي تقوم بها الخلية الواحدة، وإلها علاقة بقضية شيخوخة الخلايا. نعم، شيخوخة الجوع. الجوع له أثر إيجابي على حماية الميتوكوندريا من الشيخوخة. يعني أنت عندك تأخذ ماكينة وجزء من الماكينة هو اللي يولد الطاقة، إذا هذا الجزء أصابته الشيخوخة بعد أنت يعني هو المحرك كله بعد يعني ما يشتغل. الجوع بعكس ما إذا تعطي للخلية غذاء غني بالدهون. الغذاء غني بالدهون يسبب أن هاي يعني هاي الميتوكوندريا تتسارع قوة الشيخوخة عندها. الجوع له أثر معاكس، يبدي يحميها من آثار واضحة على شيخوخة الميتوكوندريا، وهو طبعا شيء عجيب.
البحث الأخير اللي أريد ألفت نظر الأخوة والأخوات إلى له علاقة بشيخوخة الدماغ. البحث اللي قاموا به العلماء واللي علاقة بالفئران أن الجوع له أثر إيجابي على صحة الدماغ، وبعكسه الغذاء الغني بالسعرات الحرارية. أبحاث علمية، فئران يتم تجويعها صحة الدماغ بالنسبة لها تكون أعلى من صحة دماغ فأر تم تغذيته بشكل مستمر دون انقطاع. الجوع له أثر إيجابي. فإذا أيها الأخوة والأخوات، بشكل مختصر البحث العلمي اللي احنا مو محتاجين حتى نصوم شهر رمضان قربة لله تبارك وتعالى، لكن للذي يسأل، نعم الأبحاث العلمية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين توصلت إلى أن الصيام بطريقته الصحيحة يؤدي إلى خفض الوزن، وهذا فيه فوائد جمة 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 على صحة الإنسان، له علاقة بالتخلص من المواد السامة التي كثير منها يذوب الدهون. ثانيا، ثالثا الصحة النفسية والصحة العقلية، أن الإنسان قادر على التغلب على أهواءه وشهواته وقادر على التحكم في نفسه. الرابعة اللي هي قضية الأوتوفاجي اللي هو تصليح الخلية من الداخل، أحسنتم. صحة الدماغ وصحة الميتوكوندريا كلها لها علاقة بالجوع وتقليل عدد السعرات ووجود ساعات من اليوم الإنسان يعني يمر بحالة الجوع. أختم بهذا المقدار من نتائج البحث العلمي، وأشكر حسن استماعكم، ونفتح المجال إن شاء الله بإذن سماحة الشيخ.